وردت وزيرة الثقافة نادية العبيدي في كلمة لها بالمجلس الشعبي الوطني على التهم الخطيرة التي أطلقتها نائب وكذلك الأمين العام لحزب العمال ويزا حنون ضدها، وأكدت العبيدي التي أرادت في خطابها استعطاف النواب أن التهم المنسوبة لها لا أساس لها من الصحة، داعية إلى أخلقت العمل السياسي في البلاد. التفاصيل مع طاهر بن زيد. الموقف الأخلاقي بالنسبة لي هو موقف مهم، الموقف الأخلاقي والموقف السياسي يتناشيان. أنا ما نشوفش أن كاين حاجة نقولها، السياسة لها أخلاق، السياسة لها كذلك، لا لها كذلك القواعد تاعها. إذا لو أسكت هذا معناها أن حالي ندير ظهري وزيد في بشري، لا، نقول عندك أدلة قدمهم وكل شيء اللي قلته مشفع. ودعت وزيرة الثقافة نادية العبيدي رئيس الغرفة السفلى للبرلمان بتفعيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن الملفات التي أثيرت ضدها. ما تنسوا الشرف تاع الناس، ما تقولوا أشياء مش صحيحة، وكل شيء مسجل، وكل شيء مراقب، وكل شيء. وأكرر طلبي للسيد رئيس هذه الجلسة أن تكون لجنة من نواب لها رحلة.